الضحايا رجل وزوجته في البلكونة، تفاصيل مشاجرة الألعاب النارية بحدائق القبة. ضبط رجال مباحث القاهرة المتهمين في مشاجرة بالألعاب النارية أسفرت عن إصابة رجل وزوجته بحدائق القبة. تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول صاحب مطعم وكافيه وشريكه بذات المطعم مقيمان بداية القسم، أما الطرف الثاني فعامل بمقهى مقيم بداية القسم. بسبب مشادة كلامية تطورت المشاجرة بينهم، قام على أثرها أحدهم بإطلاق ألعاب نارية في الهواء، مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص وزوجته، كانوا هما مقيمين بمحل البلاغ وكان تصادف وجودهم في البلكونة. عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.